يسعد صباحكم لو الدنيا صباح ومساكم إذا كانت الدنيا مساء. معكم سماهر حجازي، أخصائية تقويم الأسنان. اليوم موضوعنا شيق وغريب شوي، اللي هو موضوع الطباعة ثلاثية الأبعاد وعلاقتها بتقويم الأسنان، أي بالحاصرات. بصراحة حتقولي لي شو يعني هذا الكلام، شو يعني 3D printing مع بمادة السيراميك للحاصرة. هلأ حنحكي بالموضوع. طبعا أنا بدأت عملي بالإمارات بعام 2009، وكان هذا الشيء مع مركز الكرم الطبي، وما زال إلى الآن. بدينا خطوة خطوة. اختصاصي الدقيق هو بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فحبيت أقدم له مبادرتي. كان هذا الشيء عام 2017، وكان في مبادرة سماهر لذوي الهمم، وما زالت إلى الآن قائمة بعيادة الكرم. طبعا لا، حتى توصل للقيادة في طب الأسنان بالمستقبل، وتحديدا في مجال تقويم الأسنان، لازم تبدأ خطوة بخطوة، درجة درجة، من تحت لحتى توصل لنهاية الطريق. وبصراحة طريق طب الأسنان إنفينيتي، ما له نهاية. إحنا هلأ تقريبا بوسط الطريق. وسط الطريق بيحكي عن الـ 3D printing بمادة الزركونيا. يا ترى شو معنى هذا الكلام؟ حنشوف. واي ال 3D printing؟ ليش؟ ليش بدنا نعمل ال 3D printing؟ ال 3D printing بينقلني من اني استخدم حاصرات مصنعة مسبقا تستخدم على جميع تركيب الاسنان، الى حاصرات خاصة بك انت وباسنانك يا مريض الاسنان. فبالتالي الحركة بتكون مع اقل درجة من الاحتكاك، مع سايد افكتس، تاثيرات جانبيه قليله جدا جدا وتكاد تكون منعدمه، وبالتالي استخدامنا للفورس للقوه كمان بيكون قليل، وبنحصل على نتائج افضل بالتورك، بعامل الاماله، بالدرجات اللي بدرجات زوايا الاسنان العلويه والسفليه. كل هذا بنحصل عليه من ال 3D printing. اوكي، هاي السلايد هاد بيشرح لي العلاقة ما بين أو الترابط ما بين الزيركونيا والكومبوزيت، وإنه بتحترق المادة الرابطة بدرجة الحرارة 600، بنحصل على زيركونيا ذو مقاومة عالية بالدرجة 1450، بيكون متبلور وقاسي. السلايد هاد بيوضح لي شوي من الصفات الفيزيائية اللي بنحصل عليها من هي الطريقة اللي هي الـ 3D printing. الحصول على الكستمايز براكتس، بنلاقي انه المرونة عالية، فبالتالي لما بنضع الأسلاك داخل الحاصرات بسبب المرونة العالية احتمالية الكسر طبعا بتكون عكسية، بتقل جدا، وبالتالي بنحصل على نتيجة أفضل بدون ما تتعرض للكسر كما يحصل بالطريقة التقليدية. السلايد بيبين لي شكل ال 3D printing brackets، اوكي، اللي هي الكستمايز، هي الحاصرات. طبعا هون بيبان عنا الدقه بالسلوت، الانجوليشنز، طبعا ما عاد احنا بحاجه لنتعب على لا التيب لا على التور، كمان على نفس الشيء اذا بنطلع على السيرفس الخلفي صار عندنا الاحتكاك بيكون أقل، التخريش اللي احنا محتاجينه بيكون أقل بسبب التشريح اللي احنا حصلنا عليه بالحاصرات الموجودة من الـ 3D printing والكستمايزد braces. السلايد هذا بيبين لنا انه مهما كان شكل البراكت معقد اللي احنا بحاجة اليه، ولكن قادرين على انه نحصل عليه بالكستمايزد براكتس عن طريق التكنيك اللي 3D printing. طبعا هون بتبين لنا شكل الحاصرات النهائي اللي حصلنا عليه مع الجايد، سواء كان اوكلوزال جايد، حتى نقدر نثبتها بطريقه اسرع واسهل وابسط، ولو حصل لخبطه الارقام موجوده عليه. بنفس الطريقه اللي بنشتغل عليها بالبراكتس العاديه، وخاصه باللينوال بريسز اللي بتعمل سيفنج تايم وبتعمل لي اكيوريسي
للفيكسيشن اوكي والبوندنج للبريسز، كمان احنا قادرين على انه نصممها بنفس الطريقه بالنسبه للكاستمايز بريسز الحصيرات اللي هي 3 دي برينتينج بنفس الطريقه، بنركبها بالقالب وبيختصر للوقت مختصر للجهد وبيعطيني الاماكن الصحيحه والدقيقه. بالسلايد هاد بنلاحظ الفرق ما بين ال 3 دي براكتس وما بين البراكتس العادية. إذا بتطلع على الصورة بدقة بتلاقي إنه البراكتس العادية مستحيل تاخذ الشكل الحقيقي لسطح السن وأناتومي السن اللي بتختلف من شخص إلى آخر ومن سن إلى سن آخر. أما بالكاستمايز بتلاقيها أخذي تماماً الشكل التشريحي للسن، وكما ذكرنا سابقا هذا بيقلل من الاحتكاك وبيزود السرعة وبيقلل من الآثار الجانبية اللي بتترتب نتيجة للتقويم. وطبعا كمان الناحية الأخرى اللي هي موضوع الفيكسيشن والتصاق البراكت بسطح السن بيكون أعلى بكتير مقارنة بالبريسز العادية اللي لازم يكون في فراغات هي اللي كثير من الأحيان بتتعرض لبريسز إنه تقع من مكانها وما تكون فيكسينج 100% على السطح الطاحن أو عفوا الدهليزي للسن. الفرد الأخير بحب أوضح لكم الفرق الفظيع سواء بالوقت أو الجهد أو حتى النتيجة ما بين الحاصرات العادية والحاصرات اللي حصلنا عليها من ال 3D printing. طبعا ما في اي مجال للمقارنه بين الطريقتين، الوقت اقل بكثير، النتيجه، الدقه، التورك، الزوايا كلها افضل بكثير كثير كثير، الثبات اقوى بكثير لانه كل حاصره خلقت لسن معين وتم تصنيعها من أجله. فطبعا أتمنى أنه كلنا نلغي الطريقة القديمة من استخدام الحاصرات ونروح للطريقة الجديدة. نلاحظ الفرق في فيديونا الأخير، نبين أنه الطريقة اللي احنا استخدمناها للبوندينج للحاصرات على الأسنان according للجايد اللي احنا ذكرناه بالسابق. وطبعا كل سلوت لسن بيكون عن طريق السوفت وير احنا مهيئينه بالسلوت اللي بيناسب التورك اللي احنا محتاجينه او التيب والانجليشن، كل المعايير التقويمية للحصول على فورس اقل ونتيجة افضل واسرع بتكون موجودة داخل السلوت من خلال السوفت وير. ما عادت الطريقة متعبة ولا بتضيع وقت الطبيب، بالعكس تماما تعمل سيفن للوقت والجهد وبنحصل على أفضل النتائج. ونصيحتي إنكم تقرأوا هذا الكتاب، كثير كثير حتحبوا الكاستومايز بريسز. شكرا كثير لكم.